أعياد ومناسبات تمر على العراقيين بوشاح من الحزن والأسى، مشهد دموي يتكرر في العاصمة بغداد مثل كل عام، وصراعات سياسية يقع ضحيتها المواطنون الأبرياء، وأيضا بالإضافة إلى الأعمال الإرهابية التي تقف في وجه فرحة العيد، بالإضافة إلى المشاكل الأخرى الموجودة في العراق كالقطاع الخدمي السيء والازدحامات المرورية الخانقة، وأيضا مشكلة افتقار المدن إلى أماكن الترفيه في هذا العيد. بالانتقال إلى الملف الطبي، لدينا تصريح وزارة الصحة باقتراب وجود حظر شامل في المدن العراقية، وهذا سيؤدي إلى عدم التقاء الأحبة والأصدقاء في هذا العيد المبارك بسبب عدم اتباع العديد من المواطنين أساليب الوقاية من كورونا وارتفاع حصيلة المصابين بفيروس كورونا، وعدم إقبال العديد منهم أيضا إلى عدم الإقبال إلى أخذ اللقاح ضد الفيروس. بالرغم من كل هذه المشاكل، يحاول العراقيون إنبات البسمة وسط كل هذا الركام وكل هذه المشاكل، أملا بمستقبل أفضل وحياة تتحقق فيها الأحلام. وأضحى مبارك، أعاده الله علينا وعليكم بكل خير وبركة وصحة.